السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير ان شاء الله، تكون صحيحة لاباس والمورال بسم الله، وتوكلنا على الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا غادي ندير بكم واحد الدويره عند المحل ديال الشينوا في المواد الغذائيه، وفيه حتى داكشي ديال الافارقه، المهم مختلط. وعجبني داكشي اللي عندهم وقلت نصوره معكم. كي تشوفوا هنا كاين العدس على ثلاثه الانواع، كاين الليموني ليموني، وكاين اللي باهت شويه، وكاين هذا اللي كتشوفوا. ايوا كاين هاد الصوجه، جميع الانواع ديولها، كاين اللوبيا. المهم انا ما بانت لي شي حاجه مهمه غادي نشاركها معاكم. هنا كي تشوفوا وصلت لهاد البلاصه، كاينين فيها إيلان. هذا إيلان اللي داير بحال الطحين، بحال الشيشه، زوين. هذا من افريقيا مكتوب فيه، ورا سولت عليه لقيته بانه هو هذا إيلان، وهما كيستعملوه. كاين بركوكش، هذا هو بركوكش تاع إيلان، مهم بزاف. هما كيستعملوه، قالت لك تما عندهم في افريقيا للدراري الصغار. شي حاجه مفيده، وقلت نشاركها معاكم. وليت ناخذو بزاف، تنديرو بحال هكا، كيدار مع مطيشه ولا مع الحليب. بركوكش بركوكش، وكنعرفو حنا الا شحال صحي. وكاين فيه حتى واحد النوعاني غادي نوري لكم دابا، هو غادي نهزو. هذا انا ما زعمتش نهزو، بان ليا شويه احمر بزاف، بحال محمص، ما خديتوش. هذوك جوج الاولين جربتهم. هنا كي تشوفوا كاين هادي ديك، شوفوا قداش هاديك ديك ديال الموطارد، ديك هاديك المويان، هاديك ماشي هاديك تاع جوج الغروف، 850 غرام. و هنايا كاين دوك التوابل العطريه، الفلفله حاره. هنايا كاين جميع انواع التوابل اللي عرفتو، داكشي الهنوت هو عندهم. هانتوما كندير لكم مره الكرام، كاين بزاف الحوايج. كاين البودره هانتوما ديال توما، شتوها بأورو. عندهم قعقلاب، سيبيسه، كلشي كلشي كاين. هنا كي تشوفوا انتم الحليب تنيدو، كاين من البواطه الكبيره حتى البواطه الصغيره. الكبيره دايره 22 اورو 90، الصغيره دايره حتى 5 اورو 30، كانت ب 5 اورو. المهم هنا هذا السيريلاك تاع الدراري الصغار، مكتوبه فيه مصنوع في فرنسا. المهم كاين كلشي، كاين حتى واحد النوع تاع الحليب مهم، ما مدينش عليه حنايا. هذا الشوفان راه النوع الاخر تاع الحليب بودر، راه واحده الشوفان. كاين شي جوج الانواع ولا ثلاثه ديال الحليب غبره. المهم راه كاين الحليب موجود. هذا كاوكاو مطحون، كاين اللي مطحون غليظ هو بجوج الاورو 80، وكاين اللي مطحون رقيق، شتوه تا هو جوج الاورو 80. نفس كاين اللي غير مختلفين غير في طريقه الطحن اللي بيديروا في الحلوه ولا فيما بيديرو. هانتوما شتو عندهم تا كسكسو ديال الطريه، جوج الاورو 30، غالي شويه على المغاربه. ها هو اتاي ليبتون، جميع انواع الشاي غادي تلقاوها عندهم، حتى داك الشاي تاع الاتراك.
يوه هنا دز جيت الثلاجة كي تتشوفوا عندهم اللي بغيتوها كاينة عندهم في الثلاجة، اللي طلق لينا واللي ما طلقش لينا. ها الورقة هي كي تتشوفوا تاع الروز وتاع كل شيء. هنايا عندهم الورقة كي راه صورتها معكم، هنا عندهم الزيوت، هذا زيت الكوك، كاين زيت الزنجلان، كاين زيت اللوز، ديول الطبخ وديول عندهم الانواع بجوجهم اللي بغيتوها كاينه. هانتوما كاين زيت اللوز، حتى زيت شتو راه، وعندهم الخل، لقيت عندهم الخل ديال هذا ديال التفاح، وكاين الخل تاع الروز حتى هو كاين. جميع انواع ديال الخل اللي قد تلقاوها عندهم. هنايا هذه صلصه المحار والصوجه بزاف الانواع هانتوما كتشوفوا. هادو التوابل المطحونين، شتو هادي زوينة تدار في القطبان، فيها القرفة، فيها قلة، فيها بسيبيسة، فيها بزاف الأسميتو التوابل المطحونين كيديروا أورو. كاين تاع القطبان تاع الدجاج، هادو تاع باكستان. وهنايا كاين جميع أنواع دوك ديول الشاي، دوك الأعشاب الشاي كاينين هنايا عندهم. ها همايا هانتوما شتو، هنا كاين بحال هادي الياسمين، كاين ديك الكاموميلا، ديك اللي كنقولها حنا شجرة مريم، كاين اتاي داك الماتشا اتاي داك اللي بيض عاف. هنا جميع انواع الورد كاين عندهم. هنا اللي بغي ياخد كل حاجة منها حاجة ويدير خلطة ويدير بحال انتيزان، كاين ديال 2 أورو 50 وديال 3 الأورو. كل شي كاين عندهم هنايا. ها هو الورد، شتوه الورد اللي بغى الورد يديروا شي حاجه ولا يشربوا ولا يزوق به، راه هو هذاك. هنايا كندير معاكم دوك الصلصات وداك الشي ديالهم.
هنا كي تشوفوا جميع انواع لي بات اللي كيستعملوهم هي دوك النودلز و بحال هادو دوك اللي كيتستعملوا في دوك النودلز الرقاق دوك الغلاض ديك الطويله بحال سباغيتي ديالتهم ديال الروز الفيرميسال جميع كل شيء كاين عندهم هنايا. عندهم ديال اللي مصايبه بالروز وكاين اللي مصايبه بالقمح وكاين اللي مصايبه بالذره، عندهم جميع الانواع والاشكال. وهنا هذا الحليب بحال تاع الناس لي داك الكونسونطري، ها هو هنايا في جميع الانواع، في بزاف الانواع، كاين الناس لي وكاينين شي انواع اخرين مكتوب عليهم لاتي كوندنساتو، يعني داك الحليب بحال الناس لي. هنا عندهم هذوك هي لا كريم تاع الكوك، عندهم الحليب تاع الكوك كاين في علب وكاين في كراطن. هنا كاين بزاف الانواع ديال الحوايج اللي كيخدموا بهم ديال الكوك. هنايا كاين لا كريم، كاين الزيت، كاين انا كناخد عندهم بزاف هذا الشيء ديال الكوك، وخصوصا الزيت عندهم زوينه زوينه تجي لذيذه في الطياب. هنايا عندهم دوك الطحالب ديالهم، داكشي باش تصايب السوشي، هادو شتو الثمن ديالهم راه ما غاليينش هنايا، يعني جميع انواع دوك اللي كيتصاب بهم السوشي، كل نوع دايرين عليه المكونات ديالو. ايوا هنا كاين داك الشامبينيون داك اللي كيكون ميبس. هنايا المشروبات ديالهم قلت ديزا ديزا نصور معاكم، واخا ما كناخدهمش هاد المشروبات، كاين ديال الصوجا، كاين هانتوما بحال هادي، كاين اتاي، كاين عندهم واحد العصير زوين واحد المره جربته زوين ديال الكوك والمانج. ايوا هنا قلت مصوره ناخذ لكم لقطه تشوفوا لي زيبيناغ ديالهم، كاتبين عليهم بانهم دي زيبيناغ ديال الشينوا. المهم هادو سولتها قالت لي كي شوفوا الكرافس عندهم طوال بزاف، سيدانو تشينيزي تا هو تيجي من الشينوا. ايوا وشوفوا الدنجال عندهم شحال طويل سبحان الله، تا هو قالت لي كنجيبوه من تمايا، سولتهم ماشي غيكون موجود كيبان ليا هنايا في بعض المارشيات، ولكن شوفوا هذا كيداير طويل ورقيق اللون. عاد عندهم الملوخيه ديك الطويله، ولكن هذا كنعرف تاع الافارقه، عند عندهم لي شو شينوا، بزاف د الحوايج. ايوا نتمنى ان شاء الله تكون رقتكم هذه الجوله، وسمحوا لي الا طولت عليكم.
صافي. بعد ما درت لكم الجوله في المحل راه فيه ديال الحوايج الشينوا والتاديول الافريقيه، كنوريكم نشارك معكم مشتريات. خديت هادو، هاد النودلز تاع طحينة القمح، وخديت هادو راه فيهم المكونات، فيهم انا مصايبين بزيت الكوك وداكشي صحيين بزاف. وخديت هاد النودلز هادو اللي كتا ما كيداروا غلط شويه على الفيرميسيل، كيداروا في الشربات وداكشي ديالهم، وديول المايس، ديول الذره، صحيين بزاف. خديت كيوري هاد لي شو ديالهم هادو، ولكن كاينين حتى هنايا فين مشيتو تتلقاوهم. هادو كنطيب بيهم دابا ان شاء الله، غادي نشارك معكم بحال هاد الوصفات الخفاف. وخديت من عندهم هاد الحليب الكوك، راه كاين شوفي حين تحطيتو في اسميتو شتوه، ما فيه السكر ديال الكوك، زوين هائل. خديتو حتى هو من عندهم، راه موجود في اي محل مشيتو. وخديت هاد لا كريم، هاد لا كريم اللي بغيتو تستعملها في بلاصه لا كريم شونتي ولا شي حاجه ديال الكوك، كديروها في الثلاجه تبرد وتطبطيها بباتور، هائله تجي. اللي بغي ياخدها راه عندهم، راه موجوده في المغرب هاد الشيء، راه ان شاء الله موجود في اي بلاصه. خديت هاد لاصوص تاع الاوستريكي ديال المحار، زوينه هاد لاصوص، ها نتوما ردوا ليها البال، راه مكتوبه فيها حلال. المهم راه عندهم كل شيء مكتوب، انا نوريكم فين بانت ليا مكتوبه، راه قريتها عندهم، ها هي شتوها مكتوبه حلال. نوريكم حتى ديك الاخرى ديال لاصوص ديال الصوجه الحلوه، ها هي يا شتو هادي عندي واخده شحال هادي، ها نتوما راه حتى هي فيها حلال، ها نتوما سويت صوي صوص. ايوا ولقيت وهذا هو اكتشاف، هذا البركوكش ديال ايلان، هذا ديال الطريقه اللي قريت فيه هنا بان تاع الميليو، وسولت واحد الافريقيه للتاكد راه فيه المكونات، قالت لي راه كيعطوه، قالت لك الدراري الصغار هما كيتصايب عندهم تما، وتعطوه الدراري الصغار حيت ما عندهمش الحليب وداك الشيء. قالت لك صحي، قلت لها تبارك الله ما شاء الله عليكم، ما ضربتكم شي عين عليها، تبارك الله ما شاء الله. المهم هذا معنا، خدموا معايا الافريقيات ما شاء الله تبارك الله عليهم، ما نقولش لكم صحاح، الله يحفظهم. المهم هذا راه بركوكش كيجي هائل، انا كنديرو بزاف بحال هكا مع من كنكون صايمه مع الحليب، تيجي غزال. وعندهم حتى هذا راه كلشي صورته معكم في المحل، هذا حتى هو ديال الايلان، طحين تنخلطو انا مع التشيشه وتنديرو حتى في الخبز، تيجي هائل. هادو غير افكار شاركتهم معكم، نتمنى ان شاء الله كي كنستافد من الناس تكونوا تستافدوا مني ولو شيء بسيط. ونتمنى ان شاء الله هاد الجوله وهاد المشتريات ما نكونش طولت عليكم، يرقوكم، وما تنساونيش من الدعم والاشتراك في القناه والبارتاج، والله يجازيكم بكل خير.